إن علاقة بالانتخابات، نحن مقاطعين الانتخابات. هيدا الشارع شارع تابع لتيار المستقبل، ما حدا يزايد علينا. ابن بيروت مقاطع يا سماحة المفتي، ابن بيروت مقاطع اليوم كتير مركز عليك يا سماحة المفتي، ابن بيروت مقاطع. ما تفرض علينا ننتخب ناس ما بدنا إياها. حاجة تقولونا بيروت بخطر، بيروت من 84 بخطر. هون ما في انتخابات، هون كله في الشيخ سعد، هون ما في انتخابات. ويلا سعد يلا. انا صراحه ما حسيت يعني حدا خارج ينزل له، مشان هيك رجعنا. هذه هي الامور كلها مقاطعين مثل ما بده الرئيس قال، قاطع هو مقاطع، نحن مقاطعين معه. وتحسي في مستقبل؟ ما بحس، ان شاء الله الله يكذبنا بس ما بحس. حاج ورا الستار بدها تحط علامة اكس او صح على اللايحة. العالم شاهد، العالم تفرط بعد ما صاري وزيادتنا بالبنوك راحوا. على شو بدك تخلي؟ بدك تغير، بدك تغير. صوتوا لتغيروا، بدون تصويت ما حيغيروا شيء. صوتت لأن البلد بده تغيير، مع إنه صعب كثير يصير في تغيير بهالبلد، بنعرف الأحزاب الطائفية كلياتها والشد العصبي خاصة بهالأيام، بس في أمل. متعودك إنه الانتخابات ممكن توصل لتغيير؟ لا، لأن الانتخابات بحياتها بهالبلد ما حتكون شريفة. نحنا كلنا من تيار كنا شي ساعد، بس مش مع المقاطعة ابدا. ما احنا عمل شي قاعدين ببيوتهم. اكيد ما لازم الكل ينزل يصوت لمين ما بده، بس ينزل. يعني مالي ست كبيرة نزلت، لانه بكرة اولادي حيسألوني انت عملت شي لتغيري هالشي؟ بتقلن ايه انا صوتت لغير كرمال اولادها لانها بنتي. لانه كل اللي موجودين هلأ بدنا نشيلهم ان شاء الله شوي شوي. ما بده يصوت ما يضل بالبلد، يفل، لانه عنده صوت وعنده تذكره يستعملها، ما بده يستعملها يفل، ما له عازم.